ظهرت قدامكم المحاضرة؟ نعم. أوكي. الاميون ديفيشنسي بي كونجنتال ديس اوردرز وبي ايضا اكوايرد يعني اسباب اما وراثيه يولد الانسان وهو مصاب بهذا نقص المناعه وقد يكون اكواير. البرايمر اميون ديفيشنسي الامراض اللي تشوفوها عندنا الاكس لينكت اغاما جلوبولينيميا عندنا الايسوليتد اي جي اي ديفيشنسي هذني مجرد بس للاطلاع بدون انهم ما يحتاج انه تحفظوها بس لازم تعرفون انه بعض الامراض تكون وراثيه يولد الانسان. طبعا هذا الانسان يولد من الاشهر الاولى يبدي انه الانسان يكون يصاب بالتهابات متعدده التهاب خاصه التهاب القصبات وقد يتوفى بالاشهر الاولى للعمر بسبب قله المناعه او ضعف المناعه. فاذا عندنا الاي جي اي ديفيشنسي عندنا الاي جي ام سندروم عندنا الثايميك هايبوبليجيا او ما يسمى بالدايجورت سندروم او عندنا سيفير كومبايند اميون ديفيشنسي اذن كلها كونجنتال تايب اوف of immune deficiency أذني بس مجرد للاطلاع. عندنا الـ acquired type of immune deficiency عندنا أسباب هواية تؤدي إلى نقص المناعة المكتسبة وليس الوراثية من عندها الـ AIDS أو الـ HIV infection عندنا الـ chemotherapy عندنا الـ physiotherapy الراديو عفوا يعني أقصد بيه radiotherapy أذني مثلا الـ bone marrow عندنا tumors أذني أسباب هواية تؤدي إلى الـ acquired type immune deficiency. راح نأخذ مثال واحد اللي هو الـ HIV أو الـ AIDS أو الـ acquired immune deficiency syndrome. الـ AIDS اللي هو الـ acquired immune deficiency syndrome ليش نسميه syndrome مو disease لأنه عبارة عن مجموعة من الأمراض بمرض واحد وهذا يصطلح يطلق عليه مصطلح الـ syndrome. syndrome فهو مجموعة من الأمراض تصيب لنا أكثر من organ بنفس الوقت وتؤدي إلى أعراض مختلفة فيطلق عليه اسم السندروم. الـ acquired immune deficiency syndrome is a viral disease caused by a human immune deficiency virus اللي هو الـ HIV اللي هو من يؤدي إلى profound immune suppression ويؤدي بالتالي إلى opportunistic infections إلى الالتهابات أو الإصابة بعدوى يكون تستغل وضع الـ immune deficiency. بالإضافة إلى الـ opportunistic infection راح أيضاً هناك يصاب بالمريض بـ secondary neoplasms بعض الأورام قسم من عند قطب سرطانية وأيضاً neurological manifestation عادةً الصيب لنا أو هو يعتبر كالسبب الخامس الرئيسي للموت بالـ adults ما بين عمر 25 إلى 44 سنة بالـ USA. The transmission of the HIV عادةً يصير نتيجة نقل الدم الملوث أو عن طريق الـ sexual transmission أو البارنترال أيضا الأم الحامل ممكن تنقلها للطفل مالتها وأحيانا في يصير نتيجة نقل الأعضاء من شخص إلى شخص. هذه صورة طبعا هو بدأ بالسنة 82 تم اكتشاف الـ HIV فيروس كان بالبداية مرض غريب بعدين عرفوا أنه سببه يكون فيروس شافوه عادة ينتقل بالشواذ وكذلك في الأشخاص هذول اللي يتشاركون الحقن لإصابة هذول المدمنين بالمخدرات فتكون فد وسيلة لنقل العدوى من شخص إلى شخص آخر. بالبداية كان مريض الـ HIV طبعا يعزل في ردهات وما حد يتقرب من عنده ويلبسون الكمامات كانوا يخافون انه ينتقل عن طريق التنفس او عن طريق التلامس. بعدين اثبت العلم لا انه ينتقل فقط عن طريق الوسائل اللي ذكرناها قبل قليل اللي هو عن طريق البلد ترانسفيوجن او عن طريق السكشوال ترانسميشن او الاشياء والسرنجات الملوثه من دم مريض الى اخر او عن طريق البارنترال. فواحده حتى رادوا تكسر هاي كانت صوره لاميره ديانا الاميره الانجليزيه اميره ويلز كانت تزور المشافي وكانت تصافحهم كوسيلة للتعبير انه هذول الاشخاص يجب انه لا يعاملون معاملة يعني انه لازم نعزلهم لا ما يعدي هذا الشيء مثل ما نشوف انه ملابسة حتى كفوف بالمصافحة لانه ما ينتقل. طبعا هو الخوف على المريض نفسه مو على الشخص السليم لانه بالتنفس قد ينقل بعض الامراض اللي قد تكون خطرة عليه
احنا بالحاله الاعتيادي هاي البكتيريا او الفيروس البسيطه ما تسوي لنا مشكله لان مناعتنا زينه، بس المريض اللي بيكون مناعته مفقوده قد اي مجرد التهاب بسيط او عدوى بسيطه قد تؤدي الى حتى الى وفاه. مثل ما قلنا الوسائل النقل مات المريض شافوها بالهوموسيكشوال او البايسيكشوال ميل بالانترافينس دراج ابيوزر في حاله الهيتروسيكشوال كونتاكت الريسيبينت البلاد وبلاد كومبوننتس من البلازما وغيره، شافوها ايضا في حالات الهيموفيليا هذول اللي يصير عندهم نقص فاكتور 8 او فاكتور 9 ويؤدي الى نزف دائما عندهم. فاي مكونات الدم ممكن انه ينتقل من شخص الى شخص ويعتبر دي وسيله للنقل. بالنسبه لل HIV فيروس هو يعتبر من نوع ال نوع من هو RNA فيروس يعتبر الى عائله اللينتي فيروس. هناك نوعين في الحقيقه من ال HIV، عندنا ال HIV 1 اللي موجود بال USA وبال Western countries، وعندنا ال HIV 2 اللي وست بال West Africa بافريقيا اللي ينتقل عاده من في حالات ال الهيتروسيكشوال في حالات ايضا البارنترال يعني او الباترنال اللي من الام او الماترنال ينتقل من الام الحامل الى هي وجنينها. ال HIV 1 فيريون is spherical تركيبته contains core surrounded by a lipid envelope derived from the host cell membrane. The virus core contain major capsid protein او اللي يسموه بال P24 اللي هو يعتبر واحدة من الطرق للتشخيص ال HIV. ايضا يحتوي على بروتين اخر هو نسميه بالنيوكليوكابسيد بروتين P7 او P9، وايضا يحتوي على 2 كوبيز اوف جينوميك ار ان اي، ويحتوي على 3 فايرال انزيمز اللي البروتيز والريفرس ترانسكريبتيز اند انتجريز اللي ضروري هذه الفيروس حتى يدخل الفيروس الى الخليه اللي يريد يصيبها وحتى يتكاثر ويبدي يتحد ويا الدي ان اي للخليه المصابه. الفيرال انفلوب از ستديد باي التو فيرال جلايكوبروتين اللي هو جلايكوبروتين 120 والجلايكوبروتين 41 اللي هو ضروري للاتش اي في انفكشنز ليسهل. مولكيولر اناليسيس اوف ديفرنت فيرال ايزوليتس ريفيلز ان كونسيدرابل فاريبيليتي ان مين بارتس اوف ذا اتش اي في جينوم. هذه الاختلافات حال حال الكورونا فيروس هو ادى الى فشل في انتاج فاكسين ضد هذا الفيروس بسبب التحور الكبير للمولكيولر بارتس اوف ذا فيروس واختلاف وتكوين سلالات جديده بين فتره وفتره يؤدي الى فشل تكوين الفاكسين. هذا مثل ما بنشوف عباره عن يحتوي على جينوميك ماتريال اللي 2 سترانز اوف ار ان اي واحتواء على ليبيد باي لاير واحتواء على ما يسمى بالكابسيد بروتين اللي هو P27 وP7 وP9 واحتواء على جلايكوبروتين خارجي اللي هو من نوع الجلايكوبروتين 41 and جلايكوبروتين 120 او 120 ويحتوي ايضا على 3 انزيمات ضروريه اللي هو ريفرس ترانسكريبتيز وعلى الانتجريز وعلى البروتيز. زين the two major targets of the HIV infection هو الاميون سيستم and the central nervous system، ولهذا الاعراض اللي تصير عاده بسبب خلل وضرر بالجهاز المناعة والسنترال نيرفس سيستم. الانفكشن اوف ذا اتش اي في يؤدي الى ديستركشن عادة التارجت سيلز بالنسبة للاميون سيستم هو السي دي 4 سيلز بالتي هيلبر سيلز، وراح تقل نسبة التي هيلبر الى السي دي 8 سيلز، الراتيو مالت السي دي 4 الى السي دي 8 تبدا تقل. سي دي 4 مولكيول از هاي افينيتي ريسبتورز، السي دي 4 يحتوي على ريسبتورز خاص للاتش اي في، يجي الاتش اي في يهاجمه يهاجم السي دي 4 سيل ويدخل بداخله ويبدي يتكاثر به، وايضا بالاضافه الى السي دي 4 سيلز ايضا يهاجمنا الماكروفاج والدنتريتك سيلز. يبدي الاتش اي في الانفلوب جلايكوبروتين 120 يتحد الى السيل سيرفيس مالت السي دي 4 سيلز، وهذا الفيروس
يدخل السيتوبلازم، بعدين الفيرال جينوم مالت الار ان اي يتحرر بداخل الخلايا ويروح الى الدي ان اي اللي موجوده بالنيوكليس للخليه المصابه، ويبدي راح يبدي عمل يؤدي الى فورميشن اوف كومبلمنتري دي ان اي سي دي ان اي. في التي سيلز اللي مصابه الكومبلمنتري دي ان اي يدخل النيوكليس ويتحد ويا من ويا الدي ان اي للخلايا. يعني هذا الريفرس ترانسكريبتيز انزيم راح يعمل لنا نسخ من دي ان اي، من ار ان اي يحوله الى دي ان اي، ويعمل النسخ من دي ان اي نسميه كومبلمنتري دي ان اي. هذا الكومبلمنتري دي ان اي للفيروس راح يدخل المن الى النيوكليس ويتحد ويا من ويا الدي ان اي للخليه المصابه. وراها راح تبدي انه الدي ان اي الخليه تتوجه نحو صناعه مكونات لفيريون جديده، لبروتينات جديده من انتجريز وجلايكوبروتين، وتبدي ورا ما الخليه تكون موبوءه بمكونات الفيروس تنفجر وتتحد الفيرال بارتيكلز حتى تبدي تهاجم لنا خلايا جديده. بالبدايه عندما تكون عدد الخلايا المصابه تكون قليله فتكون مناعه الشخص نوعا ما زينه، بس مع مرور الوقت وتدمير عدد هائل من السي دي 4 سيلز تبدي تقل نسبه السي دي 4 الى سي دي 8 تبدي تقل. نورمالي هي حوالي المفروض 2، يعني ضعف السي دي 4 الى سي دي 8 المفروض تقل، بينما بالايدز او بالاتش اي في انفكشن تقل الى الربع، يعني نسبه الربع حوالي 0.5 تصير. الايدز بيشنت ويل اولسو ايضا راح يصير، بالاضافه الى انه يقل العدد بالسي دي 4 فاصابه السي دي 4 ايضا راح يصير قل بالفانكشن اوف ذا، يعني هم يقل العدد ايضا هم يقل الفانكشن اوف ذا السي دي 4 سيلز. فمثل ما قلنا السي دي 4 سيلز هاي الخليه السي دي 4 التي لمفوسايت تمتلك سي دي 4 ريسبتر يتحد ويا الجلايكوبروتين 120 يعني جلايكوبروتين 41 يصير انتجريشن، تبدي عمليه البروتيز يهضم لنا البروتين ممبرين اوف ذا سيل، ويدخل الار ان اي اوف ذا فيريون انسايد ذا سيتوبلازم اوف ذا سيل حتى يعمل لنا الكومبلمنتري دي ان اي اللي يروح للنيوكليس اوف ذا سيلز اند ذير ويل بي فورميشن اوف بروتين أو variants of the new variants of the HIV virus. انقسم مراحل الإصابة إلى primary infection، إلى lymphoid infection، إلى acute syndrome، immune response، latency، and the full picture of the AIDS اللي هو تنتهي بتكوين كل المراحل. المرحلة الأخيرة هي مرحلة الأيدز، مرحلة الـ acquired immune deficiency syndrome والأعراض الكاملة لحدوث المرض. مثل ما قلنا بالبداية الـ HIV يتحد مع الـ CD4 cells بالمراحل الأولى، العدد يكون عادة الخلايا المصابة يكون قليل، فما تظهر أعراض قوية على الشخص وتكون مناعته نوعا ما تكون جيدة ويقدر يقاوم الأعراض وما تظهر الأعراض قوية عليه، بس مع مرور الوقت لا تبدي عدد الـ CD4 تقل والفانكشن مالته تقل فراح تبلش الـ opportunistic infection. فمثل ما قلنا الجلايكوبروتين 120 و41 يتحد الى سي دي 4 سيلز تتكاثر بداخله تنفجر الخلايا الى مكونه الى فيريون جديد. كذلك دخول الفيروس ايضا يحفز لنا السي دي 4 على انه تحفيز الخلايا او الخلايا راح تجهز المناعه يتعرف على السي دي 4 المصابه ويهاجمها عن طريق سيل ميديتد اميونيتي تؤدي الى عن طريق الابيتوزس، وهذا سبب اخر لقله بالسي دي 4. كذلك انه الخليه المصابه تي هيلبر 4 اللي هو مصابه راح تهاجمها السيتوتوكسيك تي لمفوسايت وبالتالي ايضا تقتلها، فهذه ثلاث اسباب رئيسيه لموت او قله عدد السي دي 4 تي هيلبر سيلز. اولا الخليه نفسها تنفجر وتموت، ثانيا انه الجهاز المناعه يصير بها اكتيفيشن لها وتموت عن طريق الابيتوسس او تهاجمها ستاتوتوكسيك تي لمفوسايت اللي هو سي دي 8 سيلز. الكلينيكال فيز عندنا اول مرحله هو مرحله البرايمري انفكشن اللي يصير خلال اول شهرين من دخول الفيروس. There will be rapid viral replications يصير داخل السيلز وكل الاورجن تقريبا. البي 24 انتيجينز راح يكون هنا يمكن انه الكشف عنه بواسطة خلال اول شهرين، يمكن الكشف عنه وتشخيص الايدز خلال هاي اول مرحلة البرايمري انفكشن.
الاميون ريسبونس ديفلوبس وذ انكريز نمبر اوف فيروس سبيسيفيك سي دي 8 سيتوتوكسيك تي لمفوسات باعتبار انه سيتوتوكسيك تحاول انه تقضي على الخلايا المصابه. حوالي 50% من البيشنت هنا راح يصير عندهم اعراض تشبه اعراض انفلونزا او يصير عندهم فد نوع من رش طفح جلدي او لف ادينوباثي كبر بالعقد اللمفاويه لان الفيروس تقريبا انتشر كل انحاء الجسم مع عدد قليل او انخفاض قليل بعدد السايتوت السي دي 4 تي هيلبر سيلز. هاي المرحله الاولى بالبرايمر انفكشن حوالي تقريبا طول لنا شهرين. المرحله الثانيه ومرحله الانكوبيشن بيريد او مرحله الاسيمتوماتيك فيز يمثل هنا فد مرحله انه تكون الفيروس لان المناعه نوعا ما قويه فمتى تظهر اعراض قويه فهذا قد تطول سنوات. هاي المرحله البيشنت راح يولد انتي بودي يمكن كشفه عن طريق الدم وهنا المريض يكون عادة اسيمبتوماتيك. مرحلة ال المرحلة ال AIDS related complex المرحلة الثالثة هنا CD4 تبدي هنا كلش تقل ال function مالته أيضا صار فيها impairment. قلنا الأعداد تقل بسبب إنه تكسيره بسبب الفيروس أو مهاجمة جهاز المناعة إلها والموت عن طريق الأبيتوسيس. هنا راح تبدي أيضا مرحلة ال serological and hematological evidence of impaired cell mediated immunity مع قلة يعني بنسوي تحليل مادة بنلقى سي دي 4 تي سيلز كلش قليلة والفانكشن مالته ايضا تكون قليلة. يبدي الشخص هنا راح يبدي مصاب بأوبورتونستيك انفكشنز قد يكون فانكل او بكتيريال انفكشن وهذه عادة المرحلة مع المرحلة اللي قبلها تطول الى حوالي 7 الى 10 سنوات. المرحلة الرابعة هو ما يسمى بالايدز او الكرايسيس فيز اللي هو مرحلة الزيادة الاعراض للمريض اللي هو تمثل لنا الصورة الكاملة بهاي المرحلة لمرض الايدز مرحلة السندروم. يمتاز المريض دائما يكون صاحب بفيفر فتيك يعني يكون يحس بالتعب ويت لوس يبدي يفقد الوزن عنده جنراليز لف ادينوباثي اكو ازدياد بحجم العقد اللمفاوي وكل انحاء الجسم وقد يصاب ايضا بدياريا. السي دي 4 هنا راح يقل عدده اقل من 500 لكل سي سي من الدم. The patient develops serious opportunistic infections وهنا راح تبدي السكندري نيوبلازمز بالاضافه للنيورولوجيكال مانيفيستيشن. هذه المراحل الاولى مثل ما قلنا مرحله البرايمري انفكشن، مرحله الاسيمتوماتيك او الاوكيبيشن بيريد، مرحله الاتش اي في كرايسيس ومرحله مرحله الايدز انفكشن. هذه بالاول مرحلتين قلنا اول مرحله طول شهرين، المرحله الثانيه قد طول سنوات، المرحلة الثالثة أيضا مع المرحلة الثانية طول حوالي 7 إلى 10 سنوات. إذا تمر قد يكون سنين أو عقود من الزمن حتى يصير بيه development of the complement. طبعا معروفة بال HIV إنه الرجال تكون عندهم الأعراض أكثر من النساء، النساء قد يكون مجرد تتحول إلى مجرد حامل للمرض بدون ما تصيب يعني يصير عندها أعراض قوية. بس الرجال عادة يكون صاحب اللي الظهور الأعراض والcomplications أكثر من الفيميل. الـ opportunistic infections أمراض عديدة وكثيرة تصيب من بعد جهاز المناعة يكون معطل فتتوقعون كل أمراض اللي بالحالة الاعتيادية بالشخص الاعتيادي ما يصاب بها أو إذا انصاب يكون جهاز المناعة كافي إنه يقتله. بس في حالة الـ HIV راح يكون تسبب له أعراض كثيرة ومضاعفات كثيرة ممكن تؤدي إلى موت، والموت حقيقة بالـ HIV هو عادة بسبب الـ opportunistic infections. عندنا واحدة من الأمراض هي نيوموسيستس كاريني نيومونيا، التهاب ذات الرئة بسبب باثوجين سبب نيوموسيستس كاريني يصير في حالات كثيرة، وأيضا يصير أيضا عند ميوكوزال كانديدياسيس فنجال انفكشن، يصير سيتوميغالوفيروس هيربس سيمبلكس مايكوبكتيريوم تيوبركلوسيس أو توكسوبلازموسيس كريبتوكوكال مينينجايتس التهاب سحايا الدماغ أيضا هناك شيجيلا سالمونيلا اللي أيضا قد تسبب لنا بعض أنواع الدياري. هذه صورة أو مثال طبعا ما معروف ما مطلوبة كلش من عندكم أنه تعرفون مستوى الحجم الانفكشن اللي يصير بواسطة البروتوزوا أو الفنجل انفكشن أو البكتيريال انفكشن أو الفيرال انفكشن بالإضافة إلى النيوبلازمز الرئيسية وزائد CNS manifestation. هذه صورة لنيومونيا بالإصابة بواسطة نيوموسيستس type of infection يحتوي على نوع من الميكروبس بداخل اللانج وسبب لنا severe نيومونيا والتهاب ذات الرئة وقد تؤدي إلى وفاته.
النيوبلازمز اللي تصير ليش تصير النيوبلازمز في حالات الاتش اي في انفكشن؟ اولا بسبب هناك اكو بروفاند ديفكت بالتي سيل، مثل ما قلنا التي سيل هم راح يقل العدد مالتها زائد ان تقل الفانكشن مالتها كوظيفه. ثانيا نتيجه للتي سيلز فانكشن يكون ابنورمالتي او امبيرمنت، البي سيلز ايضا تعتمد بعملها ايضا على التي سيل، فاذا كان تي سيل معطله فالبي سيل ايضا راح تكون معطله. ثلاثه انه يصير انفكشنز باي احيانا تيومر فورمينج فيروسز او نسميه بالانكوجينيك فيروسز، مثل هيومن هيربس فيروس تايب 8 او الابشتن بار فيروس او هيومن بابيلوما فيروس، اذن كلها ممكن انه تؤدي الى تكوين سرطانات. فالاسباب الرئيسيه الثلاثه لتكوين سرطانات بالاتش اي في هو عطل التي سيل زاد قله العدد التي سيل، الثانيه انه الامبيرمنت اوف ذا مونوسايت اند بي سيلز بسبب انه التي سيلز تكون معطله فاذن الخلايا ايضا تكون تابع له وتكون معطله، وثلاثه الانفكشن و oncogenic viruses بعض الفيروسات اللي ايضا تسبب لنا السرطانات بسبب قله المناعه. راح نتوقف بهالمرحله هذه، نكمل ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله.